ورحمة الله وبركاته أصحاب السودو وهذا سيئتهين أنا وإذن فعلا الحمد لله من روت عين سميسينا روت سومالي عانكو أه عين سميسين دونا إن شاء الله روت أبوك عين سمينينا هدي إله إدمو مركي هور أنكو صلينا نبيجينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مركور صورة وهذا فضل هذا وش تقول على ولا السبسكرايب كيسار هاد الفيديو كعجبي لايك كيسار إن شاء الله لايك مهم أي إيتها لايك تهلا يسارو إن هاد الروتين أيا سمي سينا إن شاء الله إن أنتوا حقي بجر هاد السكر أيا كجرتوا أنتوا حق كجرتوا إن أسبوعي أسبوع بدل استعمال أنا جا مركوا شيء ذي بضم كذي محي الواواوين تهي مركوا شيء تي انتو حا كجرو خمير ايا كجرو ان اما ليبتو ايا يوجرتو انتو حا يوجرو بر انتو حا كجرو ان بيو قندع اه وبكير وحير لمن واي مركا لو بكير بر ايا انتو كشوان ايا بسم الله كوبي كوبات وكوب كيلبات أنت وحنا كتر يا وحير ولبق عنده وعنا هجسعة عنا هجسعة يا لبق عنده وقدر سنة يا بركان ولبق عنده إن برك لبق عنده يو إن هو هاي لبق عنده أسكرة هي استعمال دونا إن قندنا ير قندنا وين ومد كير وقمير أه قاندان نسكيت واي تن قاندان دو عمتو دلقونا ايو كفاع دهي ايو وحير او ميليح اه انتاس او ميليح اه كاي ريح وغا ميليح ده بسم الله ياري مركان احنا حوق ويراتا بادي مركان احنا حوق ايقا بادتا ان مركا انتاس ايام وباهانا هاي واسكو درست ده انتاس مركا ان علاقتان ايا اسكا سكين ايا مركا هوري جيد هاي يرير وح أقول تلاقي جلي مركزته وح صور عيو إني هاي أنك استعماله سأن وحيابها ووين أن أسود جديدين مرك أنت أنا أكو ديار صدي ستحذن شيء ما دام مركزت أنا استعماله عيو إن أنت سوا إسكسكية أنت أنا أسكو قصنا يا مركورة إن شاء الله رح نرجينا يا إنك كريم دونتان فضلا سبسكرايب كان يسارو بيه ايام قدر صدي واكو قدر صدي بيه مرك وحير او صبت ايام قدر صندونا او لابقا عند عمل وبيقنتو بيه هنسا داري ما يبي ايقو يريهين مرك لابا كوب برقواي كوب وحير لمن او بيه ايام قدر صدي مرك وحير او بيه هدن خصوة درايا ان شاء الله حيرو بيه ايان كيسة دي بوتي كان حواي اذيك لغا ما ديقا ايو ايان بورك لغا غصايا ايو ايان لجل عيا هاد لبد كوب كوب هي هاي قصي حيالي انو ادو جلع سنادا بوهان هاي الكوب وحير لمن اوكل واي مركسف فيه عن اي لو عجيمة يا عجين كان وجلع سنيا لكن انت انو كسي جلع على الربا مركاد وحن كان سنايا ماشي انكو عجيمي لهاي بر وحالو دخايا روتي كان دار عمل دار مركا برك واكنا انت سو سارتي انت وحن سو ديار سدي سوبك نوحي وليغن تا قياستي ادي لابا قاند اوكلا هدي دلاليو مركا سيدا ان عجيمي وان تو سايا ساس اي عجيمي سا سوبك كان اي احدا كجلين انا حابت حابت اي احدا كجلين ايا واكو عجيمي ان شاء الله احدا اي كجلين ايا وصبحي كعلي كسي علي نيسا احبا يكا كيرينا يا
وكاس ساس كصبح عجين كيس وجي تمايا ما انتظرنا ايام ساس سو حشاي سفي على سو حشاي وكاس ساس كصو دوب سماي كيس هل حب سعكم الدجاج مرك ساس اي حشاي سا ما انتظر وكاس ساس كصو نغنى كل كيس وكاس ساس كصبح عجين كي ساس إنه هذا لاستيك أنك لقوين أيام الربع جلع ساس أو هذا بجق مرك هذا وإيسو خميرة يا طبعا دقيق أيام سجايا إن شاء الله طبعا دقيق كلها نص أيام سجايا أنت كسو خميرة يا نهدو إلى هيتم إن شاء الله كل جو ماشي أجوكت إنه يكون حرن تهاي هدي ميل قبل أجوكت حلقة بعد نص ساعة كبر إنه كاقعته هدي ميل كل أجوكتنا نص ساعة أما نص ساعة كي يربى إنه كوه سو خمير لجيابه مركوا كاس هدوا سو خمير نايا بس كسو نقولنا ولا ليال إن شاء الله سكيس عيال لو إلي نايا وكاس عجين كون سو خمير ساوي ما شاء الله ساسوح ونقضي إيه ما شاء الله مركوا هدها ودي أنكب حنينا وانا كل جرجرينا حاول ذاك بحي هاد ذاك الخيقي بنينا هالكي حبة بوحان كده هنا أفر حبو إن شاء الله حباب أفركوس أيام كدقينا ما شاء الله وانا عجين جلعسن أو ناعم أه وكاس ساسو أسل ربوحو إياي صوفت كان المركز ده أفريقيا لا يعني كده جينا وكاس ما شاء الله صحن كي أنف فرن كوشل هاي نوصل ديار صدي حتى قاب كي أن روت وصميسان لهاي أيا أوفي دينا يا ساس أيا أوكل بحنا يا حتى كون روت سان أوصمينا يوصو إلي لكن نوعي ماها سيدينا لو مقاسين اسكو قابنا لو مقاسين إن محو هاي سالا أفضي لكن قابك أن كربا سيدي معها نفتر كيدي معها سيكلا أن كربا إن شاء الله سيدس أن كربا حبدي لبات أيام في السنة لها تنا ساس أيا كربنا إنو لحظة أكوسنا هذا جيسا هانا أكا نغضو فينو أما لولوب أيا ربا وكاس ساس أيا كربا سحاك أيا سو صارنا يكنا وكاس روتيجي وسود دياريي ساس أيا أوب تلقالي مركا طبعاً دقيقة إلى طبعاً شن دقيقة سجايا أنتوا إيه سوق ميرا يمخلبات وأنتوا سايا سيد أني اللي دور مركو سوق ميرو إن شاء الله
iyo sidoo kusoo bixi doono marka aan furanka kusoo bixi kuli waa idin la wadaagaya insha allah. Laakiin hadda sugeynaa intuu kasoo khamiirayo, kadibna sida aan yeeli doono aan sida arkeyna insha allah. Walaalayaal ila socda. Wakaas maasha allah rootigu waa noo soo khamiiray, hadda waa diyaar. Hadda waxaan soo qaatay sakiin ayaan soo qaatay, waa cusub tahay, anaa warqadeeda ka furtay. Marka hadda waxaan sameynayaa inta aanan sarsarin iskakay dhawaaday, waa kala sikinayaa wax yar. Sikiintii aaway saan ayaan leenahay, mal rabo midi in lagu jeexo, haddii kala jeexa kaa weynaanayo. Sikiinta la rasaas inay u dhex marto. Saas ayaa leedahay, kana saas ayaa u jarayaa. Saas ayaa u jaraysaa, ama saan ka wada dhigo ama noocaas ka wada dhigo. Waa kaas asxaabta sharafta leh. Kadib maxaan sameynaynaa, saas markaan u jarjarno. Ukun lama marinaayo maanta, wax kale lama marinaayo, bur ayaa iigu jira shabaqaas. Saas ayaa leedahay. Hadda furunka wuu noo shidan yahay, 180 ayuu ii shidan yahay, 180 ilaa 200 la rabaa inaad shidatid. Kabajka umaleena. Markaad foornadan gashanayaa, waa soo noqonayaa walaalayaal. Marka hore hoos aan u shidayaa, marka ii gudubtana kor ayaan u shidi doonaa, hoos waa daminayaa. Ila socda asxaabey, maasha allah tabaarakallah. Waa kaas rootigeeni, hadda ayuu foornada kasoo baxay, laakiin weli wuu kulul yahay. Car itaaba qoran, marka hanuu soo qabooba kaasaas u qurux badan yahay. Maasha allah ha soo qabooba asxaabey, waa isku soo noqonaynaa insha allah. Waan idin tusinayaa gudihiisa, haddii ilaahay idmo isku soo noqosho wacan. Maasha allah rootigeen asxaabey wuuna soo qaboobay, waa kaas saas kusoo baxay. Horta markii kor looga jeedo rootiga aan ka rabay wuu egyahay, laakiin wax yaru ka jilacsan yahay, maxaa yeelay subagaan ka badiyay wuxuu noqday asaga dhanba gudihii doolsho. Rootiga muxuu ahay, rooti abukaygane wuu adag yahay, muxuu ahay waa angagan yahay, weliba gudaha angagan yahay, laakiin gudaha wuu ka jilacsan yahay. Wuxuu kusoo baxay asagoo dhanba doolsho kusoo baxay. Marka waa kaas maasha allah, anarta wuu icajabiyey. Subagan waxa ugu badiyay waxay tahay ilma yariiraan siinayaa. Marka waxaan islahay jileec ha noqdo xoogaa, xoogaa bajaq ha noqdo. Marka waa maasintiin walaalayaal, aan horto sidii aan karab uu ii noqday wuu ii jilcay, laakiin kor rootiga aan karab uu egyahay, laakiin gudihii wuu ka jilacsan yahay. Gudaha waxaa la rabaa markii la goynayo oo kale inuu qajajac oo kale oo la rabaa, laakiin insha allah waa kusoo celin doonaa, waa soo gelin doonaa haddii ilaahay idmo. Laakiin kan waa bajaq, qofkii caruur haysato oo kale way siisa kartaa. Laakiin kor marka ugu jeedo rota abukaygi waaye, laakiin guduhu ka jilacsan yahay. Intaas oo kaliya ceebtiisa ah, guduhu wuxuu ka noqday jileec. Soo abeeg ehna waa soo gelin doonaa insha allah. Oo subag iyo waxyaabaas aan ka dhaafay ballan waay taas. Ana marka maanta subag galeen ka badiya, xataa caana laguma daro, waa keeni doonaa insha allah. Marka waa inoo mar kale iyo cashar kale oo cusub. Fadlan hadda ayagu cusub tahayna subscribe ka isaar, video haddu ku cajabay like isaar, asxaabtaadan u sheer garay si uga faa'iidaystaan. Waxaan idinkaga tagayaa sidii caadada noo ahayd, saliga nabigeena calayhi afdalu salaatu wassalaam. Allahuma salli wasallim wabaarik calaa sayidina Muxamed sala allahu calayhi wasalam. Mac salaama walaalayaal.